معظم الحالات اللي موجودة في المستشفيات حالات تعبانة بزيادة، تعبانة قوي ومحتاجة علاج كتير، ومحتاجة وناس حالات كتيرة جدا بتحتاج الأكسجين بدرجة كبيرة، وبتدخل الرعاية المركزة بدرجة كبيرة. يمكن ده الفرق الظاهر قوي بالنسبة لنا. بس طبعا على الناحية الطبية بقى، لا احنا خدنا خبرة أكبر بكتير في التعامل مع الحالات. تمام، طبعا في الأول كان في حاجات كتيرة بالنسبة لنا مجهولة، حتى الأدوية كنا كل شوية بنغير حاجة وبينزل بروتوكول تاني طبقا للتطورات والتغيرات اللي بتحصل سواء في المرض أو في استجابة المريض للعلاج. يمكن دلوقتي بصفة كبيرة في استقرار شوية في أنواع العلاجات، في المراحل التعامل مع المرض في البروتوكول من المرحلة الأولى للتانية للتالتة على حسب شدة الحالات. يعني عندنا مثلا في الحالات البسيطة في استخدام أدوية معينة وطريقة معينة للتعامل مع المريض فيها، من حيث مدة بقائه في المستشفى أو إن هو يتحول لعزل منزلي أو إن هو يكمل في بيته. يعني أمور بقت فيها خبرة أكتر في التعامل مع المرض، يعني زي ما الدكتور اللي بره وزي ما المريض تجرأ، إحنا كمان برضو تجرأنا من اكتساب الخبرة اللي كانت عندنا. إحنا في الموجة الأولانية كانت كلها أعراض أمراض صدرية، تمام، ما بين سخونة وتكسير جسم إلى الأمراض التنفسية، تمام، أو المشاكل اللي بتحصل في الجهاز التنفسي. في الموجة بداية من نهاية الموجة الأولى والفترة اللي قضيناها في شهرين الصيف كده، كانت في حالات بس ما كانتش بالعدد الكبير دوت، وابتدت الأعراض تختلف. بقى في ناس تيجي بأعراض جهاز هضمي، ناس تيجي بأعراض في اختلاف السكر بتاعهم، ناس تيجي بأعراض في اختلال في الكلى والوظائف بتاعة الكلى. الدنيا اختلفت شوية في الأعراض اللي كان العيان بيجي بيها، خصوصا مستشفيات العزل. يبقى الموجة التانية الحالات فيها أكثر شدة، لأن زي ما قلت لحضرتك في الأول، إحنا الناس ابتدت تتجرأ في التعامل مع المرض، والأطباء برضو اللي بيعالجوا الناس في البيوت ابتدوا يتجرأوا أكتر في التعامل مع المرض. فالمريض بيقضي وقت طويل قوي قبل ما بيجي للمستشفى. فإذا كان فعلا في كورونا، إصابة بكورونا، بتكون تمكنت منه أكتر، طيب، لأنه ما بيكونش اللي ما خدش العلاج طبقا للبروتوكول بالظبط، لا، الأمور بتفرق معاه كتير. وكل ما بيستدعي أو يطلب الخدمة الطبية في وقت مبكر كل ما بيكون أفضل.